السلام عليكم يا جماعة، صباح الخير. بدنا نكمل اليوم في النيوميريكال انتجريشن، بس خليني في البداية احكي انا اعمل بعض التعليقات. يا جماعة، المشكلة انه في طلاب ما بيحضر، طبعا الغالبية العظمى من الطلاب بتحضرش، يعني اللي بيحضروا عمليا هم نسبة العشر يعني من الطلاب بيحضروا المحاضرات. فالطلاب ما بيحضروا وما بتطلع او بيحكوا انهم ما بتطلعوا على الاعلانات اللي على الموديل. وفي هاي الحالة أنا مش استغرب كيف بدهم، يعني إنه أي إعلان نعلن عنه أي شيء بنقولها كيف بدهم توصل لهم، يعني أروح على تلفون الطالب بتصل فيه وأقول له كذا كذا، يعني يعني باجي بحط إعلان عن مثلا سبيل المثال إنه في مثلا امتحان، في كويز، في كذا، الموعد كذا كذا، كان ببعث لطالب بكل له إمتى الموعد. طيب ما هو محطوط حتى أخرى، بكون محطوط في التايتل، في العنوان تبع الإعلان بكون محطوط، مش بس يعني في الإعلان نفسه، أخرى بكون محطوط، ببعث لي بكل امتى كذا. يعني انا مستغرب شو القصه هذه. يعني في طلاب مرات بيجوا بيقولوا لي والله احنا قرانا الاعلان، بس وامتى الموعد؟ طب مو محطوط في الاعلان، محطوط في الموعد تبعه، في الاعلان، في التايتل تبعه. يعني هذا يعني مش عارف هذه القصه. القصه الثانيه يا جماعه، ما في شيء بنيجي بنعينه الا طلاب بيطلعوا يقولوا لي هذا مش مناسب، هذا مش مناسب، عندنا كذا وعندنا كذا. يعني مثلا انا اقترحت من باب هذا، قلنا طبعا في طلاب كثير جايبين 15 في الكويز، في الكويز الواجب على فكره بعد ما صححتوش، بامل ان اتمكن من تصحيحه خلال هاليومين مشان الامور كلها تكون جاهزه، الامور يعني تكون العلامات كلها جاهزه قبل الفاينل. الواجب كلنا عليه 15%، الكويز 15%، المتر 30%، الفاينل 40%، مشان الامور قبل الفاينل تكون واضحه. بحاول اصححه في هاليومين وبامل انه الكل ظبط في الاساينمنت. طبعا التصحيح راح ياخذ وقت، انا من النوع اللي تصحيح الاسئله الانشائيه معي باخذ وقت طويل جدا، لهذا السبب عاده بتاخر مشان ما بدي اصحح، يعني مشان لانه باخذ وقت على التصحيح. الان في عندنا سؤالين، يعني بجوز تستغربوا يعني بمر على السؤال عاده اكثر من مره، وبقرا طبعا كل نقطه وكل شغله، كل حرف بكتب الطالب. ف الآن يعني لو قلنا كل سؤال بده بحدود 5 دقائق، هاي كل ورقة بدها 10 دقائق، ففي عنده 100 طالب يعني بدهم 1000 دقيقة، هذول أو أكثر من 100 طالب حتى، ففي عندهم هذول بدهم يعني 1000 دقيقة تقريبا، فباخذ وقت طويل. هذا شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة للكويز، طبعا قلنا في طلاب جايبين 15، المعدل في أحد الشعب هو 9 وشوية، في الشعبتين من 15 طبعا، في الشعبتين الاخرى في الكويز هذا بحكي، في المعدل على فكره في الميدتيرم تقريبا في كل الشعب تقريبا هو 24 من 30 المعدل في الميدتيرم تقريبا، في احد الشعب 9 في المعدل في الكويز 9 وشويه من 15، في الشعبتين الثانيات المعدل هو 10 وشويه من 15 الشعبتين الثانيات في الكويز طبعا. لان انا اقترحت كنت طبعا اشوفه عاده، على فكره في طلاب بفكروا انه الواحد مع ان ما عملش الكويز بده يكون معه مثلا ميك اب للكويز، ان ما عملش الميك اب، ميك اب للميك اب كذا، وتضل الواحد انه هو يجي يعني يضل يعمل له ميك اب تا يجي له وقت مناسب ولا كذا. لا طبعا مش هيك القصه بتتم. طبعا عاده ما في ميك اب للميك اب اصلا، يعني فاحنا اللي عملنا انه عملنا الكويز وعملت ميك اب حطيت هذا عندي. بجوز اللي كانوا مش عاملين الكويز كم طالب، يمكن نسيت كم واحد اللي كانوا مش عاملينه، اللي اجوا قدموا امبارح متوقع 3 أو 4، يمكن 4 يمكن اللي قدموه فقط، بقي ليش ما قدموهوش انا مش عارف. الان اللي عندما جيت اعلنت انا يعني كاقتراح انه في احتمال ان اعمل انا كويز بديل اللي نحسب الكل في امكانه يقدمه، لازم طبعا يكون الفرصه تكون متاحه للكل. في طلاب يقولوا اللي بتمكنش خلص مو هذا كويز اختياري. لا طبعا، اذا انا مثلا ما بقدر اجي اعمل كويز في نفس وقت كويز محدد اصلا من قبل دكتور ثاني لطالب، وفي الاخير اقول يا ما هو اختياري وهذاك يعمله ولا ما عمله كل واحد، لا، لانه هون بصير هذا لازم يكون في، بتعرفوا انت برا في الغرب في شيء اسمه ايكوال اوبورتونيتي امبلاير، يعني فرصه متكافئه للتوظيف، وهنا برضه في ايكوال اوبورتونيتي ستودنت، فرصه متكافئه لازم تكون للطلاب.
فأنا ما يعني ما بقدر أظلم أي طالب إنه طالب مثلاً الشغلة خارجة عن إرادته وروح أحرمه من أداء كذا. فالآن فأنا اقترحت إذا بحالة قررنا نعمل هذا لجلسة النبض كان إنه نعمله يوم الجمعة، فيش عندنا خيار آخر أصلاً، يوم الجمعة الساعة 8 مساء. في طلاب بيقولوا في بيحكوا، طبعاً تعرف أنت في كثير طلاب بيجي بيحكوا لي باسم الكل أو باسم الأغلبية أو باسم قسم كبير من الطلاب، وطلاب بيقولوا في قسم كبير من الطلاب أو قسم لا بأس به من الطلاب عندهم كويز في يوم الجمعة في نفس الوقت. طيب شو البديل؟ البديل بظل إنه يوم الجمعة يتغير الوقت، مثلاً الساعة 8 حطته مثلاً للساعة 7 أو للساعة 6. يعني طبعاً قبل بصير كل ما الواحد تقدم أسبوع، أو إنه الصبح بدري الساعة 8. فالآن في عندنا خيارين، إما بنعمله الجمعة الساعة 6 ومش راح أفتح زوم ولا زوم ولا إشي، بحط هالكوز وبروح، يوم الجمعة الساعة 5 أو يوم الجمعة الساعة 8 بتوقع. أما أيام أخرى وأيام أخرى ما بدي أقعد أعمل، أنا أحط أقترح أبعث إعلان أحطه موعد معين ويجي طلاب يقولوا لي هذا بزبطش، بظل قاعد يعني مستمر في هاي الدوامة. فأنا برد أحط أخرى إعلان موعد آخر بفكر فيها، يمكن يكون مثلا إما الجمعة الساعة 6 أو الجمعة الساعة 7، بختار واحد منهم، أو الجمعة الساعة 8 كان به. إذا جاني اعتراضات من بعض الطلاب بالنسبة لهذا خلاص بلغي كل الفكرة. اللي عنده اللي ما قدمش الكوز في هاي الحالة بالمرة، لا الكوز ولا الميك اب، طبعا اللي قدمه ما عنده خيار خلاص قدمه خلص بصير في هاي الحالة. اللي ما قدموش في هاي الحالة أنا مش راح أبت في عذره وروح لشؤون الطلبة. إذا شؤون الطلبة بعثوا له إنه هذا عنده عذر مقبول وعمل له كذا بعمل له، إذا ما بعثوا ليش هاي معنى إحنا لثلاثين شهر ندخل علامات، هذا كان في الأول 24، إذا ما بعثوا ليش خلاص بتروح على الطالب. هذا اللي راح يكون. فلهذا احسن احتياطا كل طالب ما قدمش الميك اب لا الكويز نفسه ولا الميك اب يروح في هذا الحال لشؤون الطلبه ويعطيهم العذر اللي عنده، بعثوا لي بعثوا لي ما بعثوا ليش خلاص بتروح الطالب عليه 15% طبعا الكويز من علامه الماده. اوكي يا جماعه في اي استفسارات قبل ما نكمل نبلش في الشرح؟ اي استفسارات يا جماعه؟ طيب حبيت بس أوضح هاي الأمور. طيب أنا بحبك والله يا جماعة، بحب أكون عادل مع الكل، يعني لازم أكون عادل مع الكل أصلاً واجبي هذا، وبدي بحب أساعد الطلاب قدر الإمكان، بس مرات برضو يعني ما يعني خلينا نقول في البعض بخلي يعني خلينا نقول بعقد الأمور شوية بالنسبة لنا. فشو بدنا نعمل في الأخير؟ عمل اللي بنقدر عليه. الآن خلينا نروح جماعة لهذا، نكمل في نيمرك الانتجريشن شوية. ثواني الله بعينكم. شوية والله. يا جماعة هاي احنا هنا المرة اللي فاتت وصلنا احنا لعند سيمسونز رول، غطينا سيمسونز رول. خلينا نمر على بعض على شغلة هنا المرة اللي فاتت ما عملناهاش، جينا للجيومتريك ريبريزنتيشن في سيمسونز رول اللي عملناها هذه المرة اللي فاتت. الآن طبعا بس خليني أذكر شغلتين هنا بالنسبة للترابيزويد الرول. طبعا ترابيزويد الرول هون كانت عنده طبعا مره ثانيه، الان هنا احنا هو بيكون الاندكس لاخر نقطه، الاندكس لاخر نقطه هنا عندك اكس لاخر نود اكس 1 معناته الان 1. الاتش على فكره الاتش هي ايش؟ الاتش الستيب سايز هي اكس 1 ماينس اكس نوت. راح نيجي احنا لفورمولا المحاضره القادمه لفورمولا للاتش كيف نحسب الاتش الستيب سايز.
الآن في حالة سيمبسونز رول كان في عندنا 3 equal space nodes. في حالة تروبوزايد رول كنا عندنا ثنتين. في حالة سيمبسونز رول عندنا 3 equal space nodes اللي هم x not و x1 و x2. x not بدها تكون هي ال a و x2 هي ال b. تذكروا احنا معنيين في الانتجرال from a to b لf x dx, بدنا نقرب هذا الانتجرال. فالآن بنقسم هذا الانترفال عندنا a b ل 3 equal space nodes ل 3 يعني ل 2 equal sub intervals, يعني ل 2 equal sub intervals عند 3 equal space nodes. ثلاث nodes المسافات بينهم متساوية, يعني المسافة بين x0 و x1 تساوي المسافة بين x1 و x2. في عند 3 equal space nodes معناته في عند 2 equal sub intervals. sub interval الأولى اللي هي ما بين x0 و x1, والsub interval الثاني اللي هي ما بين x1 و x2. n راح تكون index لآخر نقطة واللي هي 2, يعني n هي عدد ال equal sub intervals اللي هم الاثنين. فالاتش راح تكون عبارة عن b minus a اللي هي x2 minus x0 over h عدد sub intervals. في عنده 2 sub intervals فبقسم على 2 على عدد, واللي هي على n, يعني هي b minus a over n, يعني عمليا b minus a over n, لأن n هي 2 اللي هي عدد ال equal sub intervals. الآن هذا بالنسبة لسيمبسونز رول. الآن احنا المرة اللي فاتت قارنا يمكن ما بين سيمبسونز رول وترابوزويد رول. قلنا احنا بشكل عام هون بالنسبة لهذول الفورمولاز النيوميريكال انتجريشن فورمولاز, احنا كلنا بلشنا في نيوتن كوتس فورمولاز, وكنا نيوتن كوتس فورمولاز مقسومين لقسمين اللي هم الكلوست نيوتن كوتس فورمولاز والاوبن نيوتن كوتس فورمولاز. بالنسبه للكلوست نيوتن كوتس فورمولاز طبعا كلنا بتكون اكس نوت هي الاي وبتكون اكس ان هي البي, يعني بتكون اطراف الانترفال اند بونس الانترفال اللي هم اي وبي داخلين كنودز, وبتكون اول نود هي الاي يعني اكس نوت بدها تكون هي الاي, واخر نود اللي هي اكس ان بدها تكون هي البي. في حالتنا طبعا هون لانها اخر نود في حاله سيمبسونز رول اخر نود هي اكس 2, فاكس 2 هي بدها تكون هي البي, واول نود هي اكس نود بدها تكون هي الاي. الان في حاله هذول الفورمولاز الكلوزد نيوتن كوتس فورمولاز قلنا انه طبعا الفرق بينهم انه بصير عدد النقاط مختلف, يعني بنصير كل ما نزلنا لتحت بنزيد نقطه. مثلا ترابيزويد الرول استخدمنا تو نودز, تو نودز طبعا ايكوال سبيس النوتس اللي بنستخدم في اي فورمولا. في حاله سيمبسونز رول واللي بعض الناس على فكره بسموها سيمبسونز 1 ثيرد رول, في بعض الناس بسموا سيمبسونز رول سيمبسونز 1 ثيرد رول, شايفين يعني هيك هي سيمبسونز 1 ثيرد رول في بعض الناس سموها. في حاله سيمبسونز رول استخدمنا زدنا نود على عن الترابيزويدال فاستخدمنا 3 ايكوال سبيس نودز. في حالة سيمبسونز 3S رول اللي بتيجي بعدها راح نستخدم 4 equal space nodes. في حالة البولز رول اللي أنا هون مش كاتبها بس موجودة في الكتاب بطلب منكم تقرؤوها, نستخدم 5 equal space nodes. هون بشكل عام قلنا كل ما زاد عدد النودز المستخدمة في الفورمولا كل ما زادت الدقة, يعني كل ما قل الايرور باوند, كل ما قل الايرور باوند يعني كل ما كان الوضع أفضل in general. هذا يعني بشكل عام مش بالضرورة دائما. الآن وبدي أذكركم في نقطة أنا حكيتها المرة اللي فاتت واللي هي إنه اللي هي التالية. قلنا إحنا في حالة numerical differentiation إذا كان في round of error بصير في عندي إشي اسمه best step size أو optimal أو optimum step size. بصير بشكل عام in general يعني كل ما قربنا عليها كل ما كان الوضع أفضل, يعني كل ما زادت الدقة, وكل ما أبعدنا عنها كل ما ساء الوضع, يعني كل ما قلت الدقة. هذا في حالة كان في round of error. ليش قلنا؟ لأنه الباند للround of error بشكل عام in general يعني بزيد لما بتقل H, أما الباند of truncation error بقل لما بتقل H. فالبست ستيب سايز هي اللي بتعمل بالانس ما بين إنه أحد فروع الايرور بتناسب طرديا مع ال H والثاني بتناسب عكسيا مع ال H, فهي اللي بتعمل توازن بينهم. طبعا في حالة ما كانش في round of error في حالة numerical differentiation وما كانش في round of error بصير بشكل عام يعني in general كل ما قلت H كل ما كان الوضع أفضل, يعني كل ما قل الايرور باند. الآن في حالة numerical integration بغض النظر انه في round of error ولا ما في round of error بشكل عام يعني in general يعني في معظم الحالات مش بالضرورة دائما, كل ما قلت H كل ما كان الوضع أفضل, يعني كل ما زادت الدقة, كل ما قلت H كل ما زادت الدقة يعني كل ما قل الايرور
بعد. وهنا أنا قلت لكم، حكيت لكم المرة اللي فاتت، لو إن جربنا نوجد مثلا بس الستيب سايز أو الأوبتيمال أو الأوبتيمم ستيب سايز لنيوميريكال انتجريشن فورمولاز اللي كلنا إحنا بنسميهم نيوميريكال كوادريتشر فورمولاز، راح نكتشف إنها اتش لازم تروح للزيرو. هذا شو بيعني؟ إنه ما في بس الستيب سايز أو أوبتيمال أو أوبتيمم ستيب سايز، لا يعني بمعنى آخر كل ما قلت اتش كل ما كان الوضع أفضل. عندما كل لما اتش بتروح للزيرو يعني كل ما صغرت اتش كل ما كان الوضع أفضل، يعني كل ما زادت الدقة يعني كل ما قل الإيرور باوند. فهنا لأنه السبب لأنهم فروع الإيرور اثنين الباوند، يعني هون يعني خلينا نقول باوند للراوند أوف إيرور كمان هنا بكل لما بتقل أتش، يعني بيصغر لما بتصغر أتش، يعني بتناسب الثاني طرديا مع أتش، مثل الباوند ترانكيشن ايرور، واللي الثاني بيصغر لما بتصغر اتش، يعني بشكل عام طبعا هذا يعني بكل لما بتقل اتش. فهذا السبب. فكل معناته هون انه طلع شو الكل هذا معناته كل ما احنا زدنا عدد النوتس بشكل عام ان جنرال كل ما زادت الدقه، كل ما قلت اتش بشكل عام كل ما زادت الدقه، كل ما قلت اتش كل ما زادت الدقه، يعني كل ما قل الايرور باوند. فاحفظوا هذا الشغلات. الآن سيمسونز رول هذه شرحناها إحنا ووضحنا التفاصيل أوكي فيها، وعملنا الجيومتريك ريبرزنتيشن إلها بتوقع أوكي. كنا هنا إحنا في عندي أنا هذه الرسمة ل f of x، أنا بدي أقرب التكامل from x to x to يعني from a to b ل f of x dx. تكامل هو المساحة تحت الكيرف لأف ما بين A و B، يعني هذه المنطقة اللي هو المظللة في الأخضر، هذه المنطقة وهذه المنطقة، المنطقة المظللة في الأخضر. الآن أنا بقربها في المساحة تحت الكيرف لـ P2، لأن أنا على هاي الفترة X0 X2 بقرب F of X في P2 of X، فبالتالي تقريب الانتجرال لأف يعني قصدي بقرب الانتجرال لأف الانتجرال لبي 2، يعني بقرب المساحة تحت الكيرف لأف ما بين A و B في المساحة تحت الكيرف لبي 2 بين A و B. المساحة تحت الكيرف لبي 2 ما بين A و B هي المنطقة المظللة بالأسود، فأنا بقرب المنطقة المظللة بالأخضر في المنطقة المقررة المظللة بالأسود. الآن شو اللي بصير؟ لاحظوا أنها المساحة تحت B2 بتزيد هاي المنطقة على المساحة تحت F وبتقل هاي المنطقة، يعني تقريبا هاي الزيادة عادل هذا النقصان، بس طبعا مش هيك، مش هذا الوضع اللي بحصل دائما، هذا حسب الفونكشن اللي عندنا هون. في اي اسئله يا جماعه؟ الان ليش كنا احنا كل ما زادت عدد النقاط بشكل عام كل ما زادت الدقه، كل ما زادت الدقه طلع ليش؟ يعني مثلا خلينا نقول مثلا هنا سيمسونز رول والترابيزويد رول، خلينا نقارنهم. سيمسونز رول فيها زياده نقطه عن الترابيزويد رول. الترانكيشن ايرور في حالة الترابيزويد الرول كان عندي عبارة عن نيجاتيف اتش كيوبد اوفر 12 تايمز اف دبليو برايم اوف سي، فقلنا احنا هيا لا مش هون لتحت نيجاتيف اتش كيوبد اوفر 12 تايمز اف دبليو برايم اوف سي. سي موجوده طبعا بين اكس نوت واكس 1، يعني بين اي وبي، لان قلنا اكس نوت هي الاي واكس 1 هي البي. الان فاذا اخذت الابسوليوت فاليو له راح تكون اتش كيوبد اوفر 12 تايمز الابسوليوت فاليو اوف اف دبليو برايم اوف سي. سي مره ثانيه موجوده بين الاي والبي. لو فرضنا ان هذا السكند سوري هذا الابسوليوت فاليو للسكند ديريفيتيف للاف عند سي اقل ويساوي ام، معناته راح يكون عند الابسوليت فاليو لاي ترانك في هذه الحاله اقل يساوي اتش كيوبد اوفر 12 تايمز ام. خلينا نروح هذا الايرور باوند او هذا الباوند للترانكيشن ايرور، هذا الباوند للترانكيشن ايرور، هذا هو الباوند للترانكيشن ايرور في حاله الترابيزويد الرول، هذا هو الباوند للترانكيشن ايرور في حاله الترابيزويد الرول. خلينا نروح لسيمسونز رول. في سيمسونز رول قلنا الترانكيشن ايرور هو عبارة عن minus h to the fifth for derivative of f عند c over 90. لاحظوا مرة ثانية انه دائما الديريفاتيف هون اقل بواحد من الاوردر للh. الان الابسوليت فاليو لاي ترانك هون في حالة سيمسونز رول راح تكون عبارة عن h to the fifth بتروح طبعا negative sign over 90 times the absolute value of the fourth derivative للf عند c. c مرة ثانية وين موجودة؟ في الفترة المغلقة a b، يعني ما بين a و b. الان لو فرضنا هذه جدلا انها الثانية
يعني الابسوليت فاليو الفور ديريتيف للاف عند السي اقل ويساوي ام، بصير عند الابسوليت فاليو الاي ترانك يعني في حاله سيمبسونز رول اقل ويساوي اتش تو ذا فيفث اوفر 90 تايمز ام. يعني الباوند للترانكيشن ايرور في حاله الباوند للترانكيشن ايرور في حاله سيمبسونز رول بكون هو اتش تو ذا فيفث اوفر 90 تايمز ام. ام طبعا هذه فوق المفروض انها تكون Okay. الآن طبعاً السي موجودة في نفس الفترة في الترابيزويدال والسيمسون، سي موجودة في الترابيزويدال في الفترة المغلقة A B، في سيمسون موجودة في الفترة المغلقة A B، إلا أنه أنها absolute value للسكند ديريفاتيف للأف عند السي تكون أقل ويساوي أم، والأبسوليوت فاليو للفورث ديريفاتيف للأف عند السي تكون أقل ويساوي أم، يعني برضو هذا احتمال يعني ضعيف جداً، ولهذا السبب أنا بقول in general يعني في معظم الحالات مش بالضرورة دائماً. فإذا قارنا الباوند للترانكيشن ايرور في حالة سيمسونز رول واللي هو h to the fifth over 90 over m في الباوند للترانكيشن ايرور في حالة الترابيزويدال رول واللي هو h cubed over 12 times m، واضح جدا انه الباوند في حالة سيمسونز رول الباوند للترانكيشن ايرور في حالة سيمسونز رول اصغر من الباوند للترانكيشن ايرور في حالة الترابيزويدال رول. ليش؟ لسببين، اولا في حالة سيمسونز رول القسمة هون على 90، في حالة الترابيزويدال رول القسمة على 12، فعندما نقسم على عدد أكبر بده يصغر العدد أقل أكثر، بده يصغر العدد أكثر. هذه شغلة. الشغلة الثانية يا جماعة H عادة بتكون عدد صغير جدا موجب قريب من الصفر، يعني H بتكون أكبر من صفر وأصغر من واحد، وعندي عدد صغير وهن رفع أقل القوة 5 ل H to the fifth يعني بدها تكون أقل من H to, من H cubed. مثلا خلي على سبيل المثال خذوا H 1%، H to the fifth بدها تصير هذه بتصير 10 to negative 10، أما H cubed بدها تصير 10 to negative 6. طبعا H to طبعا 10 to negative 10 أقل من 10 to negative 6. فهذا هذا هو اللي يعني فبشكل عام in general بكون الباوند للترانكيشن ايرور في حالة سيمسونز رول أقل من الباوند للترانكيشن ايرور في حالة ترابيزويدال رول. يعني بشكل عام in general بتكون سيمسونز رول أدق من الترابيزويدال رول، لأنه في حدا ممكن يسأل كل طيب ليش بشكل عام؟ لأنه شايفين الأبسوليت فاليو للفور ديريفيتيف للأف عند السي هون في حالة سيمسونز، والأبسوليت فاليو للسكند ديريفيتيف للأف عند السي في حالة الترابيزويدال يمكن يلعب دور، يمكن يخربوا هاي النتيجة اللي وصلنا لها، بس هذا نادرا ما بحدث. أوكي يا جماعة في أسئلة؟ واضحة الأمور؟ طيب. الآن بنيجي لواحدة أخرى اللي هي سيمسونز 3/8 رول، هذا كله عملناه المرة اللي فاتت يعني كان مجرد مراجعة. نيجي سيمسونز 3/8 رول، هذا أنا كل شايفين من موضوع نيجي سيمسونز 3/8 رول، يعني هذا الريماركس هذول اللي حكيتهم. سيمسونز 3/8 رول كلنا هنا بدنا نزيد نقطة، بدنا نزيد نود. الترابيزويدال رول كان عنده 2 نودز، طبعا ايكوال سبيس نودز لازم يكونوا. في سيمسونز رول بعض الناس كلنا بسموها سيمسونز 1/3 رول، زدنا نود صار عنده 3 ايكوال سبيس نودز. حال سيمسونز 3/8 رول بدنا نزيد نود بصير في عندي 4 ايكوال سبيس نودز. ايهم؟ اكس نود اكس 1 اكس 2 اكس 3 المسافات بينهم متساويه، يعني المسافه بين اكس نود واكس 1 تساوي المسافة بين X1 و X2 تساوي المسافة بين X2 و X3 وكلهم قيمتهم لستيب سايز H. X نود طبعا لازم تكون هي الـ A، أول نود لازم تكون هي الـ A، آخر نود هذا في الـ Cross Newton Cross Formulas هيك حكينا، آخر نود هي X3 لازم تكون مساوي لـ B. الآن هي الـ Index لآخر نقطة اللي هي 3، N عنده هنا 3، H بدها تكون عبارة عن B-A over N، B-A over N واللي هي في الحالة X3 minus X0 على عدد الـ equal sub-intervals. في عندي 4 equal spaced nodes منتج عنهم 3 equal sub-intervals. هذول equal sub-intervals هم sub-interval اللي ما بين X0 و X1 والsub-interval بين X1 و X2 والsub-interval ما بين X2 و X3. أوكي يا جماعة
فالآن لاحظوا كمان هالX1 عبارة عن X not plus H، أي معناته هذا معناه equal space. X2 هي X1 plus H، X3 هي X2 plus H. الآن الانتجرال of... شو لاحظوا معناته هون على فكرة أنا اللي بعمله بوجد P3 of X الانتربولاتينج بولونوميال P3 of X لمين؟ للداتا أو للنقاط X not F not X1 F1 X2 F2 and X3 F3. أوجد هذا الانتربولاتينج بولونوميال، فبالتالي راح يكون عندي F of X is equal to P3 of X plus E3 of X. الآن الانتجرال from X not to X3 يعني from A to B ل P3 of X dx راح يكون هو هذا، أي القيمة اللي هون. هذا اللي هون هو عمليا مش بالضرورة أن يكون هو بالضبط الانتجرال from X not to X3 ل E3 of X dx، بس بكون مكافئ له. لأن قلت لكم أنا في حالة سيمسونز رول مثلا الكتاب حصل على ترانكيشن ايرور هناك مش عن طريق انه كامل E2 of X، لانه هناك عندي بدل E3 في عندي E2، مش انه راح كامل E2 of X from X not to X2، لا حصل عليه بطريقة ثانية، بس لازم يكون هذا مكافئ للانتجرال from X not to X2 ل E2 of X dx هناك. وهنا نفس الشيء، هذا اللي هون ترانكيشن ايرور لازم يكون مكافئ للانتجرال from X not to X3 ل E3 of X dx. لاحظوا انه اللي عنده هنا ترانكيشن ايرور هو اوف اوردر بيج اوف اتش تو ذا فيث، لانه عمليا عباره هيك هيك في امكاننا نبسطه، عباره عن سكيلر ملتيبل اوف اتش تو ذا فيث. هذا هو اي سب ترانك. ولاحظوا ممكن مره ثانيه انه هنا عندي انا الديريفاتيف 4 هذا اقل بواحد من الاوردر الاتش، مثل ما كان الوضع في سيمسونز رول في تربوزويدال رول. اوكي، الان اذا فكيت الاقواس طبعا بدها تصير عندي هذا 3h over 8 times f not plus 3h over plus 9h over 8 times f1 plus 9h over 8 times 8 plus 3h times 3 plus 9h over 8 times f2 plus 3h over 8 times f3 plus 8 rank. طبعا truncation error هذا اللي هون. الان اذا بدي اقارنه انا اقارن هذا في numerical quadrature formula، شو numerical quadrature formula هون بدها تكون؟ A not F not plus A1 F1 plus A2 F2 plus A3 F3، لأنه في عندي هنا أربعة نودز بده يكون شكلها A not F not plus A1 F1 plus A2 F2 plus A3 F3. شو الـ A not بدها تكون 3H over 8، الـ A1 9H over 8، الـ A2 9H over 8، الـ A3 3H over 8. الآن إذا ما حطيتش truncation error، طبعا truncation error أنا بستخدمه لإيجاد الباند لترانكيشن ايرور، واذا بكون ما في عند راند اوف ايرور بكون هذا الباند الراند اوف ايرور. لاحظوا كمان طبعا انه اذا انا استخدمت الكمبيوتر او الكالكوليتر في ايجاد هاي القيمه، او اذا انا حتى عملتها بشكل يدوي بس قربت مثلا اف نوت ولا اف 1 لاف 2 لاف 3 ولا قمت في اي عمليه تقريبيه خلال الحسابات، هذا بده يدخل الراند اوف ايرور، فبده يكون التوتال ايرور الايرور الكلي واللي هو ايه حاصل جمع، عبارة عن حاصل جمع الراند اوف ايرور ترانكيشن ايرور، يعني بده يكون از ايكوال تو اي سب راند بلس اي سب ترانك. في هذا الحالة اذا بدنا نوجد الايرور باند، بدنا نوجد الباند للايرور الكلي، بده يكون عبارة عن حاصل جمع الباند للراند اوف ايرور والباند للترانكيشن ايرور. طبعا تتعقد الامور بالنسبة لنا، فلذلك تجنبوا انتم انكم تقربوا اف نوت واف 1 واف 2 واف 3 او تقوموا في اي عمليات تقريبية غير ضرورية. وطبعا متى ما استخدمتوا الكمبيوتر او الكالكوليتر تلقائيا بده يدخل عندكم الراند اوف ايرور. فالان اذا ما حطيناش ترانكيشن ايرور فبتتحول هذا بدل ايكوال بتصير ابروكسيمتلي ايكوال، بصير عند الانتجرال ذا انتجرال فروم اكس نوت اكس 3 اف اوف اكس دي اكس ذا انتجرال فروم اكس نوت اكس 3 اوف اف اوف اكس دي اكس از ابروكسيمتلي ايكوال 3h اوفر 8 تايمز ذا كوانتيتي اف نوت بلس 3f1 بلس 3f2 بلس f3. اوكي يا جماعه، طبعا شو راح تكون كنت الاتش هون هيا كتبناها احنا كاتبينها فهذا هذا بالنسبه لبولز رول. طبعا هنا انا مش راح اشرح الجيومتري ريبريزنتيشن، وعن هنا بده يكون بي 3 اوف اكس عباره عن ثيرد ديجري بولينوميال اقتران متعدد الحدود من الدرجه الثالثه، انه هنا احنا كنا بنستخدم بي 3 اوف اكس في الاستقرار. الآن بالنسبة لبولز رول هنا كمان بنزيد كمان نوت، طبعا راح تكون بولز رول في هاي الحالة أفضل واحدة أدق واحدة ما بين هذول، لأنه فيها عدد نوتس أكثر إشي لحد الآن. فبولز رول بدنا نزيد كمان نقطة على سيمسونز 3S رول. سيمسونز 3S رول في عندنا أربعة نوتس، هون تكون في عندي 5 نوتس في بولز رول.
اللي انا مش كاتبها، مش حاط الفورمولا، بده يكون عندي 5 نودز اللي هم طبعا الفور نودز هذول لازم يكونوا ايكوال سبيس، يكون عندي اكس نود اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4، مسافات ما بينهم يعني بين اكس نود واكس 1 هي نفس المسافه، بين اكس 1 واكس 2 هي نفس المسافه، بين اكس 2 اكس 3 نفس المسافه، بين اكس 3 واكس 4. ان بدها تكون الاندكس لاخر نود يعني ان 4، طبعا الاكس نود لازم تكون هي الاي، اخر نود اللي هي اكس 4 لازم تكون بي، الاتش بدها تكون الاتش عباره عن بي ماينس اي اللي هي اكس 4 ماينس اكس نود divided by the number of equal subintervals. في عندي أنا equal space nodes، معناته في عندي 4 equal subintervals، واللي هم هذول، هاي اللي هون اللي هون اللي هون اللي هون. هذا بدي أطلب منكم تقرأوها من الكتاب قبل ما نبلش في الأمثلة. واضح يا جماعة؟ في أي أسئلة؟ في أسئلة يا جماعة؟ ما اللي عنده سؤال ما يخجل يسأله، سألوه، وقفوني في أي وقت وسأله. طيب الآن نيجي للأمثلة. Given the following data، هون إذا ما أعطوا معكم جدول أو داتا معينة بدكم تتقيدوا فيها. مرة ثانية مثل ما حكينا بالنسبة للنيوميريكال ديفرنشيشن، حتى لو تمكنتوا يا جماعة من أنكم تحزروا الفورمولا للفونكشن، ما تضيفوا نقاط من عندكم، تقيدوا في المعطي معكم. إذا ضفتوا نقاط من عندكم خلاص كل شيء بيخرب. ف given the following data، given the following data approximate the integral from 1 to 2 f of x dx using the quadrature formulas that apply. الداتا عندي التالية، x f of x في عندي النقطة 1 1، النقطة 5 over 4 4 over 5، النقطة 3 halves 2 over 3، والنقطة 2 1 half. بدنا نشوف شو اللي هذا. الآن بالنسبة للترابيزايد الرول في الأول، بالنسبة للترابيزايد الرول هاي بحاجة لنقطتين. النقطة الأولى لازم طبعا أنا بعني في الانتجرال from 1 to 2، يعني هذه هي الـ A وهذه هي الـ B. هون بحاجة لـ X not X1، X not لازم تكون هي الـ A، X1 لازم تكون هي الـ B، معناته ما في عندي خيار إلا هذا، هذا الـ A وهذا الـ B. على فكرة أنا إحنا اتفقنا هون نعمل خط مختلف، فونت مختلف، لأن كل شعبة بعملها فونت مختلف. عشان أتذكر شو اللي عملته لكل شعبة لهذا السبب، أنا شعبة استخدم لها الأحمر، شعبة الأزرق، شعبة الأخضر. طيب اوكي، فهون عندي انا الوضع هذا، سيمبسونز رول مرة ترابيزايد رول بحاجة لـ 2 نودز، إكس نوت و إكس 1، إكس نوت لازم تكون هي الـ A، الـ A عندي واحد، و إكس 1 لازم تكون هي الـ B، الـ B عندي اثنين. Okay. الآن معناته أنا بقرب الانتجرال from، لاحظوا إنه الفانكشن هون على فكرة هو 1 over X، بس الآن ما بتقدر تضيفوا النقاط المفقودة إذا في نقاط مش معوضة هون تحطوها، فعمليا أنا عندما أنا بدي أوجد تقريب للانتجرال from 1 to 2 هذا f of x عمليا هو 1 over x. انا بدي اوجد معناته التكامل from 1 to 2 ل 1 over x dx، يعني عمليا هذا الشيء عباره عن ln of x from 1 to 2. عمليا انا بدي اقرب هذه الكميه واللي هي بتصير الان اوف 2 ماينص الان اوف 1، الان اوف 1 0، فانا عمليا داوج التقريب للان اوف 2، داوج التقريب للان اوف 2. بتقولوا له لين طبعا،
هذا اللين فقط أنا لاحظته إحنا عندنا هون الناس بيستخدموه، أما طبعا في أمريكا ما حدا بيقول لين، ما فيش حرف جر أصلا يعني الـ I أو E للواحد ينفضها لين، برفضوها الآن يعني مش عارف ليش بيقولوا لها لين مثلا مش لون مثلا، لأنه في عندنا من لوج من لوغاريتمز لوج لوغاريتمز، ليش مش لون ولا لن ولا كذا، بعد كل بجوز لن أسهل اللفظ هذا لأن الناس متعودين عليها. بعد لن في العربي ها متعودين عليها أكثر لن الآن وأنا مش عارف على فكرة اللين من وين أجت هذا، وعلى فكرة حتى في طلاب بكتبوها الآي أن يعني للدليل إنهم يعني متأكدين إن هذا فيها حرف جر آي أو إي بكتبوها الآي أن. فعندي هذا أنا اللي بدأ أوجده هذا التقريب. خلينا نروح للتربزويد الرول مرة ثانية. التربزويد الرول كل إنه الانتجرال from 1 to 2 ل f of x dx is approximately equal دون الترانكيشن أورا صارت approximately equal to h over 2 times f root plus f1 f root اللي هي f of x not f1 اللي هي f of x1. فمعناته الانتجرال from 1 to 2 شايفين هون بحط في الأول القاعدة العامة أنا إذا جاني حل بعدين بطبق عليها الانتجرال from 1 to 2 from 1 to 2 لأنها x not هي 1 x1 هي 2 ل f of x dx is approximately equal to h over 2 times f of 1 لأن هذه f not هي f of x not و x not هي 1 plus f1 f1 هي f of x1 و x1 هي 2 فبصير f of 1 plus f of 2 بعوض f of 1 معطيه معي هي 1 f of 2 معطيه معي 1 half ل h هي 1 ل h هي 2 minus 1 اللي هي واحد اللي هي كبيرة طبعا هذا السبب نتوقع الجواب ما يكونش دقيق لأنها كبيرة فبصير عندي هذا 3 over 4 أنا عندي approximately equal equals عم سواها لازم تكون equals عم سواها العلاقة النهائية اللي راح تربط ما بين إذا هذا الانتجرال اللي هو الانتجرال from 1 to 2 f of x dx وما بين الجواب النهائي اللي هو 3 over 4 راح تكون العلاقة الأضعف ما بين هاي approximately equal والequals الequals اللي هي approximately equal فأنا معناته قربت الانتجرال from 1 to 2 ل f of x dx واللي هو هذا عبارة عن ln of 2 قربته في 3 over 4 يعني في 0.75. إذا جينا للقيمة هذا مش مطلوب من اللي هون أعمله بس خلينا أنا طبعا مش مطلوب إلا إذا أطلب منكم خلينا أنا أعمله الآن ln of 2 هو تقريبا 0.693147 أنا الجواب اللي طلع عندي 0.75 كارنوها طبعا الإيرور تقريبا يعني خلينا نقول الأرض تقريبا بطلع عندي هنا ما بين خلينا نقول 75% ل 69% تقريبا 6% يعني كبير نوعا ما الابسوليت ايرور طبعا يعني ابسوليت ايرور الابسوليت ايرور تقريبا الابسوليت ايرور تقريبا 6% والايرور تقريبا نيجاتيف 6% الايرور تقريبا نيجاتيف 6% لان الاكزاكت ما نوصل ابروكسيميشن الايرور ما هنا عند الابسوليت ايرور تقريبا 6% كبير نوعا ما. خليني اجي سيمسونز رول هنا بدنا نستخدم 3 لازم نستخدم 3 ايكوال سبيس نودز فخلينا نشوف 3 ايكوال سبيس نودز خلينا ننظر لها من ناحيتين من زاويتين. في حاله سيمسونز رول انا بدي 3 ايكوال سبيس نودز لمين؟ انا معنى في الانتجرال فروم 1 تو معناته أول نود لازم تكون واحد آخر نود لازم تكون دو بدي النقطة الوسيطة الثالثة لازم تكون ما بينهم وفي منتصفهم بالضبط بالضبط عشان يكونوا equal space هذه هي الأج فكيف بدي هذا فهذا أول نود X نود آخر نود هذا X2 لازم تكون لأنه في عندي 3 نودز النود اللي بينهم لازم تكون X1 هذا لازم تكون في المنتصف شو المنتصف ما بين 1 و 2 هي الميد بوينت واللي هي 1 بلس 2 اوفر 2 اللي هي 3 هافز هذا الخيار الوحيد اللي لازم يكون عندي بالنسبه لسيمسونز رول في هاي الحاله هذا المثال الان خلينا نشوف هون احنا طيب اولا بالنسبه للترابيزويد الرول خلينا نرجع للترابيزويد الرول في واحد بجوز يقول لي ليش انت اخترت اكس نوت 1 واكس 1 2 طب انا بلكي بدي اختار اكس نوت 1 اكس 1 5 اوفر 4 هذا ما بزبط ليش بزبطوش لأنه هذا راح يوجد له قيمة تقريبية للتكامل from 1 to 5 over 4 أنا بدي قيمة تقريبية للتكامل from 1 to 2 طيب واحد الجزء كله أنا بستخدم x not 1 x1 3 halves نفس الشيء
هذا راح يوجد لك قيمة تقريبية للتكامل from 1 to 3 halves، مش للتكامل from 1 to 2. واحد جزء كله أنا بستخدم طيب x not 5 over 4 x 1 2، نفس الشيء هذا ما بزبط، لأنه هذا راح يوجد لك قيمة تقريبية للتكامل from 5 over 4 to 2 مش للتكامل from 1 to 2. واحد جزء كله بستخدم أنا x not 3 halves x 1 2، نفس الشيء هذا مش راح يزبط في حالة الترابيزويدال، لأنه في الحالة هذا بوجد لك قيمة تقريبية للتكامل from 3 halves to 2 مش للتكامل from 1 to 2. واحد جزء كله بستخدم أنا x not 5 over 4 x 1 3 halves برضو ما بزبط، لأن هذا راح يوجد قيمة تقريبية للتكامل from 5 over 4 to 3 halves مش للتكامل from 1 to 2. بالنسبة لسيمسونز رول، طيب خلينا نشوف الخيارات. ما في عندي خيارات إلا هذا تكون x not وهذا تكون x 2 في حالة سيمسون. ليش؟ لأن أنا بدي أوجد تكامل from 1 to 2. طيب خلينا نشوف، واحد بقول لي أنا بستخدم قبلها، خلينا نقول طب واحد قال أنا بستخدم x not 1 في سيمسونز رول x 1 5 over 4 و x 2 3 halves، هل هذول الثلاث نقاط يعني لازم يكونوا أولا equal spaced؟ هل هم equal spaced؟ المسافة بين 5 over 4 و 1 over 4 1 fourth، والمسافة بين 3 halves و 5 over 4 هي كمان 1 fourth، معناته equal spaced، بس ما بقدر استخدمهم. ليش؟ لأن إذا بدي استخدم x not 1 x 1 5 over 4 x 2 3 halves، معناه هون أنا بصير مقرب الانتجرال from 1 to 3 halves مش الانتجرال from 1 to 2، أنا ما بقدر استخدم هذول الثلاثة. طيب واحد بقول لي أنا بستخدم x not 1 x 1 5 over 4 x 2 2، هذا كمان ما بزبط. ليش بزبط إيش؟ لأن هالمسافة بين ال 1 وال 5 over 4 هي 1 over 4، بس المسافة ما بين 5 over 4 و 2 هي 3 over 4، هذول النوتس معناته مش equal space، هذول 3 نوتس أنت ما بقدر استخدمهم. طب واحد بقول لي أنا بستخدم x not 5 over 4 x 1 3 halves x 2 2، هون في مشكلتين. أولا هذول النوتس مش equal space، ليش؟ المسافة بين 5 over 4 و 3 halves هي 1 over 4، لكن المسافة بين 3 halves و 2 هي 1 half فمش equal space. ثانيا هذا إذا اخترت أنا x not 5 over 4 و x 1 3 halves و x 2 2، هذا راح يقرب للمساحة من 5 over 4 ل 2 مش من 1 ل 2. طيب خلينا نشوف الخيار المتبقي، نستخدم x not 1 x 1 3 halves و x 2 2، هل هذا بزبط؟ خلينا نشوف. لازم احقق شرطين، اولا انهم النوتس ايكوال سبيس، ثانيا انه يقرب لي الانتجرال فروم 1 تو 2. طبعا هذا راح يقرب لي الانتجرال فروم 1 تو 2 لانها اول نود هي ال1 واخر نود هي ال2. طب هل هم ايكوال سبيس؟ خلينا نشوف. المسافه بين x2 و x1 هي 1 هاف، المسافه بين x1 و x2 هي كمان 1 هاف، معناته هذا بزبط. وهذا تفسير لها ليش اخترناهم هيك. بقدر واحد من هون مثل ما قلنا انا بدي الانتجرال فروم 1 تو 2، سيمسونز رول معناته طبعا سيمسونز رول بتحتاج ل 3 ايكوال سبيس نوتس اكس نوت اكس 1 اكس 2، معناته اكس نوت لازم تكون هي الاي واللي هي ال1 واكس 2 لازم تكون هي البي واللي هي ال2، بضل بدي انا اختار اكس 1. ما دام النوتس لازم يكونوا ايكوال سبيس معناته اكس 1 لازم تكون النقطه الوسطى ما بين المنتصف، يعني ما بين 1 و2، المنتصف هو الميد بوينت. الميد بوينت كيف بقدر احصل عليها؟ 1 بلس 2 اوفر 2 اللي هي 3 اوفر 2. هل 3 over 2 موجودة كانت هون؟ إذا مش موجودة هون معناته خلاص ما بقدر استخدم سيمسونز رول حسب الداتا المعطية معي في السؤال. واضح يا جماعة؟ معي أنتو؟ طيب فمعناته هون خلينا نطبق سيمسونز رول. هون احنا اتفقنا انه الوضع عند التالي، عند x not اللي هي ال a راح تكون 1، x2 اللي هي ال b راح تكون 2، x1 هي 3 halves. الان شو راح تكون قيمه h؟ هي b minus a over n، ال b هي 2، ال a 1، ال n قلنا هذا ال n الاندكس لاخر، ال n الاندكس لاخر نود n 2، اي فاقسم على 2 صار عندي 2 minus 1 over 2، h هي 1 half اللي هي المسافه ما بين هاي النقطه وهاي النقطه وهاي بين هاي وهاي.
فاذا ما حطيت ترانكيشن ايرور طبعا ما بقدر احط ترانكيشن ايرور هون لانه ما بقدر اوجد كنترول الفعليه لانها سي مش معروفه. فذا انتجرال فروم 1 تو 2 لاف اوف اكس دي اكس واللي هو طبعا هذا الان اوف 2 از ابروكسيميتد باي اتش اوفر 3 تايمز هذه اف نوت ايام مكتوب لكن اللي هي مكتوب بلاش اني ارد اعيده اف نوت بلس 4 اف 1 بلس اف 2 بالاول نحط القاعده العامه دائما في الحل القاعده العامه اف نوت هي اف اوف اكس نوت طبعا اف 1 هي اف اوف اكس 1 اف 2 هي اف اوف اكس 2 بعدين بنعوض ايش اكس نوت 1 ايش اكس 2 2 ما بنحط 1 اوفر اكس ما في داعي هنا على فرض لانه انكم انتم ما مش عارفين شو الفانكشن شو الفورمولا الفانكشن h over 3 times f not اللي هي f of x not x not 1 ف f of 1 plus 4 f 1 f 1 هي f of x 1 شو x 1 3 halves plus f 2 f 2 هي f of x 2 شو x 2 هي 2 فالآن h بنعوض بدالها قيمتها اللي هي 1 half صار عندي 1 half over 3 times f of 1 ايش f of 1 اللي هي معطية مع 1 plus 4 f of 3 f of 3 halves معطية مع هاي 2 thirds plus f of 2 معطية مع 1 half بنبسط من هذا الايكوالز لازم تكون على مستوى هذه الايكوالز وتكون هاي الايكوالز على مستوى هاي الابروكسيمت الايكوال هذا على فكره زايحه كمان هذا لازم تكون هون كلهم لازم يكونوا على مستوى بعض هذول لان لاحظوا من هون لهون في تقريب لانه ما حطيتش ترانكيشن ايرور من هون لهون ما في تقريب لانه ما كنتش في اي عمليات تقريب الان اذا واحد راح قرب لي التو ثيردز في 0.66667 ولازم ما يعمل هذا الحكي ففكر حالي هذا لازم تكون ابروكسيمت ايكوال الآن طبعاً إذا استخدمنا الكمبيوتر أو الكالكوليتر مباشرةً بدخل الراند أوف إيرور وإذا واحد قرب هذه في 0.6667 عملياً دخل الراند أوف إيرور بس أنا مدام ما كنتش في أي عملية تقريبية في أي إيكوالز إيكوالز ما كنتش هون في أي عمليات تقريبية العلاقة النهائية اللي راح تربط هذه الكمية اللي هي الانتجرال from 1 to 2 لأف of x dx بالجواب النهائي اللي عندي هون هو 25 over 36 راح تكون العلاقة الأضعف ما بين هذول الإشارات اللي عندي أبروكس بين هذول العلاقات اللي عندي واللي هم أبروكسيمتلي إيكوال إيكوالز 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 العلاقة الأضعف هي أبروكسيمتلي إيكوال بكون عندي في هذه الحالة الانتجرال ذا انتجرال فروم 1 تو 2 لاف اوف اكس دي اكس إز أبروكسيميتد باي 25 أوفر 36 هذا عمليا هو شوفوا هاي 25 أوفر 36 أنا كتبتها شوف بالضبط إيكوال تو كذا لأنه هذا دوري مش أبروكسيمتلي إيكوال إنه ما قمت في أي عملية تقريب 0.694 قارنوا هذا مش مطلوب منكم تعملوه ما بتعملوه إلا إذا طلب منكم بالجواب الإكزاكت طبعا هذا هو تقريب للأن اف 2 هذه لأنها الأن اف 2 هذا تقريب للأن اف 2 الإكزاكت عندي للأن اف 2 هو تقريب يعني هو 0.69314 اتسطرة اللي أنا قربته في هذه القيمة قارنوا هذا في هذا بيطلع عندكم الإيرور تقريبا والابسوليوت ايرور سوري الابسوليوت ايرور تقريبا واحد في الالف الايرور هو عمليا نيجاتيف واحد في الالف تقريبا نيجاتيف واحد الف الابسوليوت ايرور تقريبا واحد في الالف واضح يا جماعه في اسئله طبعا لاحظوا ان الجواب اللي طلع عندكم في حاله سيمبسونز رول اكبر من الجواب اللي طلع عندكم في حاله زويدال واضح يا جماعه في اي اسئله طيب شو بضل عندي؟ هل في إمكاني أنا أستخدم؟ هل في إمكاني إني أستخدم سيمبسونز 3S رول في هذا المثال؟ خلينا نشوف. شوف سيمبسونز 3S رول بحاجة لكم نعود لأربعة. سيمبسونز هل في إمكاني نستخدم سيمبسونز 3S رول؟ خلينا نشوف. سيمبسونز 3S رول بحاجة لفور إيكوال سبيس نودز. أول نود فيهم لازم تكون هي الـ A واللي هي الـ 1، آخر نود لازم تكون هي الـ B واللي هي الـ 2. انه شايفين هذول هم لون 1 و 2 هذه هي الاي وهذه هي البي اوكي هون في عندي 4 نودز بس هل هم ايكوال سبيس خلينا نشوف المسافه ما بين 1 و 5 اوفر 4 هي 1 اوفر 4 المسافه بين 5 اوفر 4 و 3 هافز از 1 اوفر 4 لحد الان everything is okay بس المسافه ما بين 3 هافز و 2 هي 1 هاف مش مساويه للمسافات السابقه معناته النودز اللي عند الاربعه هذول نوت ايكوال سبيس معناته ما في عندي 4 equal space nodes اللي تكون اول نود فيهم هي ال1 واخر نود هي ال5
لا أقدر أستخدم فيها سيمسون 3 اس رول، معناته في هذا المثال ما بقدر أستخدم سيمسون 3 اس رول. لاحظوا إني مشان أستخدم سيمسون 3 اس رول بحاجة أنا لسيمسون 3 اس رول للتالت. طلع كيف بقدر أعملها، أنا عملتها تحت. أيها ايه مش عاملها طلعت هون، قلتها في محل ما. خلينا نعملها هون، شوف شو بحاجه انا. انا بدي فور ايكوال سبيس نودز، هذا اول واحد الواحد، اخر واحد اثنين. عندي لازم يكون اول نود اكس نوت، لانه انا فور ايكوال سبيس نودز، اول نود اكس نوت، اخر نود اكس 3. انا بحاجه لاكس 1 واكس 2، هذول لازم يكونوا equal spaced، وعندي هذا لازم تكون x1 وهذا x2. شوفوا المسافات بين هذول لازم تكون متساوية، يعني هذا h هذا h هذا h. معناته أنا يا جماعة بحاجة إن أقسم هاي الانترفال اللي عندي ل 3 equal sub intervals. معناته أنا بدها تكون عندي في هذه الحالة ال h، في هذه الحالة ال H بدها تكون عبارة عن B minus A اللي هي 2 minus 1 over N، N هي 3 بدها تكون 1 third، تكون 1 third. معناته لازم تكون عندي في هاي الحالة ال X1 لازم تكون عندي 4 over 3، وأنا مش موجودة عندي هون 4 over 3، وهذا لازم تكون عندي 5 over 3. الـ x1 يعني عبارة عن x0 plus h، x0 هي 1 plus h، h 1 third، تكون عندي 1 plus 1 third اللي هي 4 over 3. x2 بدها تكون x1 plus h، يعني 4 over 3 plus 1 over 3 اللي هي 5 over 3. اوكي يا جماعة؟ واضح؟ معناته ما بزبط هنا اني استخدم في هذا المثال سيمبسونز 3 اس رول. وعن بالنسبه لبولز رول كمان، بولز رول ما بنقدر نستخدم بولز رول، بولز رول بحاجه ل 5 ايكوال سبيس نودز، وانا في عندي اصلا فقط بس اربعه هون. في اي اسئله؟ خلينا نكتب هون بولز رول فور بولز رول. في اي اسئله يا جماعه؟ بولز رول هيك تكتب على فكرة. بول فكرة اسم عالم، بوليان الجبرا، بتتذكر بوليان الجبرا بتاخذوها في الديسكريت ماث. يا جماعة في أي أسئلة لحد الآن؟ شوفوا بعض الملاحظات، إن أنا هون كاتب ريمارك بالنسبة للبولز رول، لكم لازم تقرؤوها، وفي الأوبن نيوتن كوست فورمولاز، هذول راح نشرحهم انا يو مي ريد ات فروم تكست بوك كولت على بالنسبه للميد بوينت رول، بس هذا احد الفورمولاز راح نشرحهم المحاضره القادمه بكره يعني ان شاء الله عندما نيجي للاوبن نيوتن كوتس فورمولاز. وبالنسبه للكومبوزيت الكومبوزيت نيوميريكال انتجريشن، هذا راح يكون موضوع السكشن 3 سوري 4 4 4 4. نيجي لمثال اخر، ابروكسيمات ال ان اف 2 يوزنج ذا تروبيزايدال رول، سيمبسونز رول اند سيمبسونز 3 8 رول. أن بكرة طبعاً إن ما كملناش هذا المثال بنكمله بكرة، بس راح نبلش في جيم طبعاً، ضل عنا الآن إحنا 18 دقيقة بنكمله بكرة، وبكرة إن شاء الله كمان بنحكي بنبلش في الأوبن نيوتن كوتس فورمولاز، يمكن يضل يمكن نخلصهم بكرة ويضل منهم شوي صغيرة للمحاضرة اللي بعدها. المحاضرة على أغلب لا لا بنحاول نخلصهم بكرة. عفوا اني على فكرة انا غلطت في هذا، حاول اخلصهم بكرة وبنحاول ان نخلص الكومبوزيت نيوميريكال انتجريشن في محاضرة مشان يكون في عندنا مجال ان نغطي اويلرز ميثود.
اللي هي في سكشن 5.2. انا هون بقول لي ابروكسيميت ال ان اف 2 يوزنج ترابيزويدال رول سيمسونز رول اند سيمسونز 3 اس رول. ال ان اف 2 بدنا نقربها. اول شغله بدنا نعملها بدنا نحول ال ان اف 2 لانتجرال. طبعا راح اضيف هون شيء ان راح في الاخير انا اجي برضو كمان اوجد الايرور باوند. الايرور باوند في واحدة منهم مطلوب انكم توجدوا الايرور باوند في البقيه وبدكم تقارنوهم. طبعا تقارنوا الأجوبة اللي طلعت عندكم في ترابيزويد رول سيمسونز رول سيمسونز 3 اس رول. وعمليا اول فرعين هون هم نفس المثال السابق. لانه ليش؟ انا اول شغله بدي احول ال ان اف 2 لانتجرال، فهي الانتجرال بقدر اكتبها بالشكل انتجرال ذا انتجرال فروم 1 تو 2 ل 1 اوفر اكس دي اكس. فبدي يكون عندي هون اف اوف اكس هو طبعا لانه هذا الانتجرال هو عباره عن ال ان of the absolute value of x evaluated between 1 and 2 or from 1 to 2 اللي هو بصير ln of 2 minus ln of 1 وln of 2 هو طبعا ln of 1 هو 0. فهذا طبعا هو ln of 2 minus ln of 1 وln of 1 هذا 0 طبعا. وهنا الـ A1 طبعاً والـ B2 A دائماً أول الحد اللي هون هذه هي الـ A والـ B الحد اللي هون للإنتجرال. في الترابيزويد الرول طبعاً هون نستخدم 2 نودز. أول نود لازم تكون هي الـ A وآخر نود هي الـ B. فهذا الخيار الوحيد اللي عندي H راح تكون هي الـ B minus A over N وهذه هي الـ N ان واحد اتش هي بي ماينس اي اوفر ان بي ماينس اي اوفر 1 واللي هي واحد سافي بين هذول التو نودز. الان كنا هو الانتجرال فروم 1 تو 1 اوفر اكس دي اكس. هذا بقربه في الترابيزويد الرول طبعا ابروكسيمت ايكوال لاني ما حطيتش ترانكيشن ايرور. بقربه في اتش اوفر 2 تايمز اف نوت بلس اف 1 اف نوت طب طبعا تايمز ذا كوانتيتي اف نوت بلس اف 1. اف نوت هي اف اوف اكس نوت اف 1 هي اف اوف اكس 1 صار عندي اتش اوفر 2 تايمز اف نوت اف اوف اكس نوت اللي هي اف اوف 1 هذا عباره عن اف اوف 1. اف اوف 1 هو 1 اوفر 1 اف اوف 2 هو 1 اوفر 2 لانه اف اوف اكس هو 1 اوفر اكس. وانا بقرب شايفين هاي على مستوى هاي لازم تكون اتش اوفر 2 اتش هي 1 times f of 1 اللي هو 1 over 1 plus f of 2 اللي هو 1 over 2 1 plus 1 half is 3 halves مضروبة في 1 half صار عندي 3 over 4. الآن العلاقة النهائية راح تربط بين ما بين ال n of 2 و 3 over 4 في عندي equals approximately equal equals 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 بدها تكون approximately equal. okay. هذا طبعا احنا عملناه في المثال السابق. هذا كان عمليا عملناه بشكل بصيغه اخرى بس كان هناك كانت معطيه مع الداتا مش الفانكشن. هذا هو تقريب لال ان اف 2. الان في حال السيمسونز رول عند الانترفال مره ثانيه 1 2 اول واحد اكس نوت ثاني واحد اكس 2 فهذه الاكس نوت هي الاي اكس 2 هي البي الان هي الاندكس لاخر نقطه والنوتس لازم مره ثانيه يكونوا ايكوال سبيس فاكس 1 لازم تكون هي الميد بوينت بينهم. h هي x2 minus x0 over n لأن b minus a over n b minus a over n b minus a over n وطبعا واللي هي x2 minus x0 over 2 لأن n 2 اللي هي 2 minus 1 over 2 اللي هي 1 half. أنا ال n of 2 هو الانتجرال from 1 to 1 over x dx هذا بقربه في h over 3 times f not quantity f not plus 4 f1 plus f2 هذا بنضربه زي من سيمسونز رول طبعا لأنه ما حطيتش ترانكيشن ايرور فبتصير approximately equal. بنعوض h هي 1 half طبعا قبل اول f not هي f of x not x0 هي 1 f1 هي f of x1 x1 هي 3 halves
اف 2 هي اف اوف اكس 2، اكس 2 هي 2، نعوض الان اتش هي 1 هاف، اف اوف 1 هي 1 اوفر 1 لان اف اوف اكس 1 اوفر اكس، اف اوف 3 هاف سوى 1 اوفر 3 هاف لو 2 ثيرس، اف اوف 2 هي 1 هاف. بنبسط عندي 25 اوفر 36. شو العلاقه النهائيه اللي راح تربط بين ما بين ال ان اف 2 بين هذه القيمه؟ ابروكسيمتلي ايكوال ايكوالز ايكوالز تكون ابروكسيمتلي ايكوال. عندي ال ان اف 2 از ابروكسيمتلي ايكوال تو 25 اوفر 36. مره ثانيه هذا عملناه في المثال السابق. صار احنا مقربين ال ان اف 2 في 25 اوفر 36. الان خلينا هون نيجي قبلها خلينا اجي لسيمسون 3 رول بعدين برجع للايرور باوند. راح نكملوا هذا المثال اليوم، المرة القادمة بنروح للأوبن نيوتن كوز فورمولاز. خليني برد بعد شوي برجع للإيرور باند في حالة سيمسونز رول، وبطلب منكم تعملوا الإيرور باند في حالة تروبوزويدال رول في حالة سيمسونز 3 اس رول. خلينا نكمل بعدين سيمسونز 3 اس رول. وأنا طبعا مرة ثانية الـ A هي X نوت، البي بدها تكون اكس 3 لانه هون انا مطلوب مني او هون الحين في عندي 4 ايكوال سبيس نودز، اخر واحده هي اكس 3 فالان هي 3 اكس هي ال 1 الاكس 3 بدها تكون هي ال 2 اكس هي ال A واكس 3 هي البي، ان هي الاندكس لاخر نود اللي هي 3. ال H عنده بدها تكون H B minus A over N، فبدها تكون T 2 minus 1 over N كلنا 3 over 3 اللي هي 1 third. X 1 بدها تكون X 2 plus H يعني 4 over 3. X 2 بدها تكون X 1 plus H يعني 4 over 3 plus 1 over 3 5 over 3. X 3 طبعا بدها تكون X 2 plus H اللي هي 5 over 3 plus 1 over 3 واللي هي 6 over 3 واللي هي 2. أن ال ان اف 2 هو الانتجرال فروم 1 تو 1 اوفر اكس دي اكس، هذا هو اف اوف اكس، هذا اف اوف اكس. ما حطتش ترانكيشن ايرور بتصير ابروكسيمتلي ايكوال، فبقرب هذا الانتجرال في حاله سيمسون 3 اس رول في 3 اتش اوفر 8 تايمز ذا كوانتيتي اف نوت بلس 3 اف 1 بلس 3 اف 2 بلس اف 3. ايش اف نوت هو اف اوف اكس نوت؟ ايش اكس نوت هي 1؟ ايش اف 1 هو اف اوف اكس 1؟ شو اكس 1؟ هي 4 over 3. F2 هي F of X2 شو X2 هي 5 over 3. F3 هو F of X3 شو X3 هو 2. فبعوض شايفين هون approximately equal لأنه ما حطتش truncation error، من هون لهون equals لأنه ما فيش أي عمليات تقريب، برضه من هون لهون equals فيش أي عمليات تقريب. ال H هي 1 third، F of 1 هو 1 over 1، F of 4 over 3 هو 1 over 4 over 3، 1 over 4 over 3 اللي هو 3 over 4. F of 5 over 3 هو انت لازم تكتب التفصيل، يعني لازم تكتب هاي الشغلات لان نفشكها اذا كان في اسئله حل. F of 5 over 3 هو 1 over 5 over 3 اللي هو 3 over 5، F of 2 اللي هو 1 half. بجمع بكمل صار عندي 111 يعني 111 over 60 وهذا عباره عن 0.69375، معناته انا بقرب ال F2 في 0.69375. خلينا نقارن هذا، هو مش مطلوب منكم قارنوا هذا مثلا في الجواب قارن في الجواب الصحيح في الاكزاكت. قلنا ال ان اف 2 هو عباره عن 0.69314 نقاط، يعني تقريبا هو الكده 0.693147 0.693147 0.693
1 4 etc. فقارنوا هذا الجواب معه. قارنوا معه. طبعا الايرور هون عندنا بيطلع تقريبا هو خلينا نقول 6 في ال 10 الابسوليوت ايرور. سوري الابسوليوت ايرور الايرور بيطلع تقريبا نيجاتيف 6 في ال 10 نيجاتيف ماينس يعني سالب 6 في ال 10000. يعني بيطلع الابسوليوت ايرور تقريبا 6 في ال 10000 6 في ال 10000. فلاحظوا انه القارن بتشوفوا انه سيمسونز رول ادق من سوري سيمسونز 3 سيمسونز رول ادق من الترابيزويد رول وسيمسونز 3 اس رول ادق من سيمسونز رول. الان حاولوا اوجدوا برضه الايرور باوند هون اوجدوا الايرور باوند اللي هون واوجدوا الايرور باوند الايرور باوند برضه في الترابيزويد رول. انا راح اوجد الايرور باوند ل سيمسونز رول سيمسونز رول الوسيطه ما بينهم. على فرض انه ما في راند اوف ايرور يعني ما استخدمناش الكمبيوتر او الكالكوليتر ولا قمنا في اي عمليات تقريبيه في العمليات الحسابيه راح يكون الايرور الكلي هنا مكون فقط من الترانكيشن ايرور واللي هو كم تو نيجاتيف اتش تو ذا فيف اوفر 90 تايمز ذا فور ديريفيتيف للاف عند السي والسي موجوده ما بين ال1 وال2 يعني الاي والبي. الابسوليت فاليو الاي راح تكون عباره عن اتش تو ذا فيف از ايكوال تو اتش تو ذا فيف تايمز ذا ابسوليت فاليو اوف ذا فور ديريفيتيف للاف عند السي اوفر 90 H1 half. الآن هون أنا هذا المطلوب إني بدي أوجد الأبسوليوت ماكسيمم للأبسوليوت فاليو الفور ديرفيتيف للإف مش عند السي مثل ما أنا كنت كاتبه عند الإكس على الفترة المغلقة 1 2. فلازم أوجد أنا الأبسوليوت ماكسيمم للأبسوليوت فاليو الفور ديرفيتيف للإف أوف إكس على الفترة المغلقة 1 2. فبوجد الفور ديرفيتيف للإف أوف إكس هي 24 أوفر إكس تو ذا فيفث. الابسوليت فاليو لها راح تكون هي الابسوليت فاليو لهذا. بقدر اشيل الابسوليت فاليو لانه اكس بما انها اكس موجوده في هاي الفتره معناته اكس موجبه فبقدر اشيل الابسوليت فاليو. This is for all x in 1 2. هذا decreasing على الفتره 1 2. ما دام decreasing معناته اكبر قيمه راح تكون موجوده اكبر قيمه له عند الواحد. معناته الابسوليت فاليو الفور ديرفيتيف لاف اوف اكس اقل يساوي 24 اوفر 1 تو ذا فيفث واللي هي 24. This is for all x in 1 2. بما انها سي الان موجوده في 1 2 معناته الابسوليت فاليو الفور ديرفيتيف للاف عند السي راح تكون اقل ويساوي كمان 24. فهذا اللي هون اقل يساوي 24 النتيجه انه الابسوليت فاليو الاي راح يكون اقل ويساوي 1 half to the fifth اللي هي 1 over 32 times 90 times 24. هذا بقدر ابسطها 1 over 20 في عندي less than or equal equal بتصير عندي الابسوليت فاليو الاي از less than or equal to 1 over 120. معناته الايرور باوند هذا هو الباوند الايرور باوند هو الباوند للترانكيشن ايرور بس الايرور باوند الكلي لانه ما في عندي راند اوف ايرور. هذا شو بيعني؟ في ايش بفيدنا؟ يعني طبعا اذا انا طلبت الايرور باوند بوقف الواحد عند هون بس هذا فقط لتوضيح شو بتعني. هذا ما بيعملها الواحد الا اذا طلبت منه. شو الابسوليت فاليو الاي؟ هي الابسوليت فاليو الاكزاكت ماينس الابروكسيميشن. شو الاكزاكت؟ هو الانتجرال فروم 1 تو 1 اوفر اكس دي اكس. شو الابروكسيميشن؟ الابروكسيميشن هو عباره عن ايش؟ عن اللي طلع عندي 25 اوفر 36. هذا هو الابسوليت فاليو ال ان اوف 2 هذا اللي هون ال ان اوف 2 ماينس 25 اوفر 36. هذا عندي صار اقل او يساوي 1 اوفر 120. هذا الان صارت عندي هاي الانيكواليتي بقدر احولها لدبل انيكواليتي فبصير عندي ال ان اوف 2 ماينس 25 اوفر 36 اكبر ويساوي انا كان ناس المساواه من نيجاتيف 100 اوفر 100 نيجاتيف 1 اوفر 120 وليس ان اور ايكوال 1 اوفر 120. انا اللي بدي احصرها ال ان اوف 2 بفتره معينه فبدي اشيل هذه بدنا نقولها على الجهتين مش على 1 صار على الجهتين. الاشاره سالبه بتصير موجبه بصير عندي هون 25 اوفر 36 على هذا الطرف وهذا الطرف الثالث 25 اوفر 36 فال ان اوف 2 محصوره بصير ما بين 25 اوفر 36 ماينس 1 اوفر 120 ما بين 25 اوفر 36 بلس 120. لاحظوا كيف يعني هذا بتعطيني الفتره الموجوده فيها فتره مغلقه موجوده فيها ال ان اوف 2. واضح يا جماعه؟ في اسئله؟ في اي اسئله؟ هذا اللي هون مرات عليه أنا شرحته في اليوم في بداية المحاضرة المرة اللي فاتت.
طيب إذا ما فيش أسئلة يا جماعة، أنا بكرة إن شاء الله بنكمل في هذا السكشن، بعد نحن لساتنا في سكشن 4-3 اللي هو نيوتن كوس فورمولاز، فبنكمل بعدها وأنا هو introduction to numerical integration مع نيوتن كوس فورمولاز، شرحنا الكلوست إحنا نيوتن كوس فورمولاز وعملنا أمثلة عليهم باستثناء طبعا بولز رول، قلت للطلبة كنكم تقرؤوها. بكرة بنكمل في هذا السكشن فبنشرح الأوبن نيوتن كوس فورمولاز، والسبت القادم إن شاء الله بنروح للكمبوزيت نيوميركال انتجريشن، هو نيوميركال انتجريشن مركب اللي هو مثل متعلق باستخدام كلوست نيوتن كوس باستخدام كلوست نيوتن كوس فورمولا أو أوبن نيوتن كوس فورمولا أكثر من مرة، يعني مثلا نطبق ترابيزويدال رول أكثر من مرة، ونطبق سيمبسونز رول أكثر من مرة، ونطبق البوينت رول اللي هي أحد الأوبن نيوتن كوس فورمولاز أكثر من مرة. نظل في مجال إن شاء الله يوم الأحد القادم بنروح لسكشن 5-2 اللي هو أويلرز ميثود لحل الفيرست أوردر إنيشال فاليو بروبلمز، ومرة ثانية تطلعوا على الموديل دائما الإعلانات بالنسبة للكويز أو أي شيء آخر، وللبورتل على البورتل كمان على البورتل كمان بالنسبة على البورتل بالنسبة للعلامات اللي بحطها مثلا علامة الكويز أو علامة، ونحن محطين علامة المكتير محطناها من زمان بالنسبة لعلامة تكوز أو علامة الأسايمنت. في أي أسئلة يا جماعة؟ ومرة ثانية مسؤولين أنت عن كل شيء محطوط في لوحة الإعلانات على الموديل، كل شيء أنا بتواصل معكم فيه وبعلن في المحاضرة مسؤولين عنه سواء كان إعلان أو مادة أو أي شيء آخر، وأنا لأن ما بقدر أروح أتصل في كل طالب كل شيء، عملناه في طلاب ما بيحضره وفي طلاب ما بطلع الإعلانات، فأنا مش مسؤول لكل طالب، أنا في كثير بحط إعلانات يعني ما حدا يأخذ عن حال، لأنه هذا كثير بصير بحط إعلانات على الموديل وبلاقي طلاب بيجوا بيسألوني عن إشي محطوطة في إعلان على الموديل، ما بقدر أروح طبعاً إذا ليش أنا حكي في المحاضرة أو إن حط على الموديل إن أروح في إعلان على الموديل إن أروح أحكي لكل طالب، شو الطريقة التواصل مع الطالب في هاي الحالة يا جماعة؟ لكم العافية، السلام عليكم.